ابطاله النجف الثوار تصعيد مستنكر مهاجمه خيمة البصره وحرق واهل الناصريه الاعتداء عليهم. احنا لا علينا بامريكا ولا ايران ولا السعوديه ولا اي واحد، اي واحد ذيل ما علينا به. هذا وطننا وغصبا علي يرضى ولا ما يرضى، العراق باقي، ولد العراق باقين. هذا العراق ما نساوم عليه ابد، باقين والثوار ان شاء الله منتصرين عن قريب. ثوار النجف تصعيد سلمي.